إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. هشام أبو هواشن أسير فلسطيني في أيدي الاحتلال الإسرائيلي. إنه من الضفة الغربية. ولد في مدينة الخليل. ولد عام 1981. التحق بإحدى التنظيمات الفلسطينية وعاش حياته في مطاردة الاحتلال الغاشمي. واعتقل آخر مرة في تشرين الأول 2022. السبب الرئيسي لاعتقال الشاب الفلسطيني هشام أبو هواش لأنه ينتمي إلى إحدى الجماعات الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي والتي يعتبرها الاحتلال منظمة إرهابية في الضفة الغربية، تحاول منع هذه المنظمات من الدفاع عن بلادهم، حيث أضرب عن الطعام لأكثر من 140 يوما ليحصل على حريته. شهر ونصف للحصول على الحرية بعد الظلم والقمع والاعتداء من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بعد سجنه تدهورت صحته بشكل كبير مؤخرا وتم نقله إلى المستشفى ودخل في غيبوبة عدة مرات.